أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى ملف النقاش. قد يصيب الإرهاق النفسي أي شخص يتعرض لتوتر لفترة طويلة ويمكن أن يجعل أو يجعلك تشعر أنك غارق ومستنفذ عاطفيا، ويجعل من مسؤولياتك ومشاكلك أمرا يستحيل التغلب عليه. يمكن لمشاعر الانعزال واللامبالاة أن تنعكس على حياتك مسببة دمارا كبيرا في جميع نواحيها وبشقيها المهني والشخصي. فقد تشعر أنك عالق في وضعك الحالي ولا يمكنك فعل شيء حيال ذلك، ولكنك تستطيع التغلب على الإرهاق العقلي بالاستعانة ببعض المساعدة. يولد الإرهاق العقلي أعراضا جسدية بالإضافة لأعراض نفسية، وقد يؤثر على سلوكك، وهذا ما يلاحظه الآخرون قبل أن تلاحظه أو تلاحظه أنت. وبين الأعراض والأسباب وكيفية التعامل مع الإرهاق النفسي، نحاول مشاهدينا أن نسلط الضوء على هذا الموضوع مع الدكتورة سحر سيد محمد عثمان، طبيبة الصحة النفسية التي تلتحق بنا مباشرة عبر خدمة سكايب من جمهورية مصر. أهلا بك سيدتي. أهلا وسهلا بك. بداية سيدتي، كأول سؤال، هنالك قلنا حكومات عديدة دكتورة طبقت سياسات جديدة تسعى من خلالها لمحاربة الإرهاق النفسي في وسط الموظفين والعمال من خلال تقليل ساعات العمل، في رأيك هل هذا كافي دكتورة؟ هو لوحده ما بيبقاش كافي، لان احنا طبيعه العمل بتختلف من طبيعه عمل الاخرى. نعم. احيانا في بعض الاعمال بتحتاج الى مجهود فكري، بيبقى ده لود اكتر على الشخص، فبيبقى احنا بقى المفروض ان احنا نعمل عليه فوكس نوعيه فئه العمل دي، لان هي بتحتاج الى دعم نفسي اكتر. ولكن دور الحكومه بجانب تقليل ساعات العمل، مبادرات بقت تتعمل تبع المجلس القومي للصحه النفسيه، وهو وجود خط ساخن لأي مشكلة نفسية بيتطرق إليها أو بيتعرض عليها الفرد. بعض المبادرات اللي قامت بيها دور الأزهر زي مبادرة انت غالي علينا، ودي بقى بتساعد فئات مختلفة بأعمار مختلفة، إن لو أي مشكلة بتقابلك إزاي بتلاقي الداعم ليك، إزاي بيحلها، بيبقى في تواصل مع المختصين. نعم. فدي يعني حاجة كويسة بتقوم بيها دور الدولة، إنها بتحد من الإرهاق والاستنزاف الطاقة النفسية، لأن الفرد كويس يبقى مجتمع كويس يبقى بلد كويسة. نعم. كويس. دكتورة، طبعا بالحديث في هذا الخصوص، يعني مختلف الدول العربية ومختلف الدول عبر العالم تطبق سياسات ولربما بعض الإجراءات في هذا الجانب، حتى في من خلال الفئات العمرية المختلفة وفي المدارس حتى الأطفال يعانون من هذا المشكل، الإرهاق النفسي خلال ساعات الدراسة الطويلة، برامج مكثفة وغيرها من الأمور، ليس حتى العمال. كيف يمكن يعني لربما التعامل مع هذه الفئات العمرية الدكتورة؟ لو بنتكلم على الفئات العمرية الصغيرة زي الأطفال، فإحنا مش هنحط اللود جامد على هنقول على المدرسة أو الجهات المختصين، قد ما برضو بيبقى دور البيت. نعم. لأن أطفالنا زي ما بيقولوا إن هم مرايتنا، بيت سليم، طفل سليم، مجتمع سليم. فاحنا بنساعد بقى، هنا بيبقى في دور المختص او الاخصائي النفسي، وهو فرد مهم جدا جدا في اي مدرسه، لازم بيبقى في اخصائي نفسي بجانب الاخصائي الاجتماعي. نعم. لان هو بيبقى ملاحظ حاجه اسمها دراسه الحاله او الملاحظه اليوميه للاطفال. نعم. الارهاق النفسي او الاجهاد النفسي خداع الى حد ما، بمعنى ان انا بيبقى عندي بعض الاعراض الجسديه اللي احنا بنقول اسبابها نفسي جسميه، ان ان شخص طفل مجهد، طفل تعبان، طفل كسلان، طفل ما عندهوش اكتيفيتي ان هو يقوم بيها او طاقه ان هو يقوم باي انشطه معينه. فنرجع بقى نقول طب ندور نكشف على الطفل، نطمن على صحته، بس بنجهل او بنسقط دور العامل النفسي. طيب دكتورة، يعني ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا الجانب بخصوص خاصة الفئات العمرية الصغيرة؟ ما هي الإجراءات التي يجب تطبيقها لتفادي مثل هذا الأمر؟
بالنسبة للأطفال الصغيرة يمكن الأنشطة بتبين إذا كان عندنا مثلا في طفل بيعاني من أي مشكلة بيكون عرضها الإرهاق أو الإجهاد أو التعب، نعم فبنبتدي عن طريق الأخصائي اللي هو بنعمل الجلسات الجماعية، بس هي ما بتبقاش بالشكل الجلسات اللي هي الرسمي قوي قد ما هو احنا بنعمل زي نشاط جماعي، وبنشوف بقى المشاركة بيقوم بالدور المطلوب بيه ولا لا، التفاعل جيد معاه ولا لا، في تواصل، في رغبة في التفاعل او التعامل الاجتماعي مع الاخرين ولا لا. لا، لقينا ان الطفل منعزل او بيسحب او واخد جنب، وقتها بقى بيظهر دور الاخصائي وهو البطل معانا في الدور ده، ان بندور على السبب. اول حاجه بدور على التغذيه سليمه ولا لا، طب التغذيه ما فيهاش اي مشكله، طب بندور بقى ان الولد ده او الطفل ده يومه بيبقى عامل ازاي في البيت، مش بمجرد بس هو في المدرسه، انا كمان بدور عليه في البيت بيبقى عامل ازاي. نعم، طيب مردودية سواء عند الصغار أو الكبار، النتائج التي قد تؤثيها هذا الإرهاق الإرهاق النفسي طبعا، ما هي المردودية طبعا، ما هي الأشياء التي قد تقلل من تجنب أو تجنبنا يعني نقص في المردودية، مردودية هذه الفئات سواء الصغار أو الكبار عند العمال أو عند الأطفال؟ تمام. احنا هنقول كده زي النصيحة صغيرة، او نقدر ازاي نتخطى الدروب او المشكلة دي. اول حاجة احنا نهتم قوي بالويك اند، يعني هي مش وقت يعني الاجازة بتاعتنا مش عشان نقضيها ان احنا نايمين، نعم لا، احنا بيبقى طول الاسبوع عندنا لود وعندنا ضغط في الشغل او حتى الأطفال ضغط دراسة، ففترة البريك أو الأجازة بتاعتهم الأسبوعية ما بتبقاش عشان إحنا نشوف إحنا إيه اللي عملناه في الأسبوع، لا، أنا بفصل. وهي دي هنرجع تاني نقول هي الأنانية المشروعة. طول ما أنا كويس، طول ما اللي حواليا هيبقوا كويسين مع مختلف الفئات العمرية، يعني أولادنا كويسين هندور على تحصيل أحسن. أفراد، عمال، أيا ما كان، طول ما كويس الانا بتاعته عندها الاستعداد النفسي تمام قوي، انا قادر ان انا اكمل بعد كده. طب هيبقى عامل ازاي بقى؟ بدور على دور الرياضه، مهم نعم جدا. واحنا دايما بنهتم ان تكون النصايح او العلاج ما تبقاش قائمه على العامل الاقتصادي، علشان ما نعم نبقاش قاصرين على فئه معينه. نعم احنا بنتكلم في المجمل، بنتكلم على حاجه بسيطه، ان انا اخد وقت راحه ليا خاص بيا، أفصل من أي مسؤوليات، نعم وبدور على الجانب الرياضي، تمارين الاسترخاء، وهي مش بتاخد لا وقت ولا تكلفة، إن لو 15 دقيقة في اليوم فهي كفيلة إنها بتديني باور إن أنا أقدر أكمل. نعم بنحافظ على أكلنا يكون أكل صحي، مش بجودة التكلفة العالية، ولكن إني أحافظ إن يبقى يومي فيه خضروات، يوم يبقى فيه فواكه، فيه سوائل كمية مناسبة ليا، علشان كل ده بيساعدنا ان احنا بنستعيد او بنجدد من طاقتنا ونشاطنا. طب عندنا طاقة، يبقى احنا هنقدر نركز، هنقدر نسمع، هنقدر نتواصل، ونحاول ان احنا نقلل من ان كلمة التواصل الاجتماعي ما يبقاش قاصر على الفيسبوك او على نعم الجانب الميديا، لا، انا اتواصل، يعني اتواصل فيس تو فيس، لان نعم ده بيفرق معانا. نعم دور البيت مهم جدا جدا جدا، لاني انا لو بره بجيب الضغوط او بجيب المشكلات اللي انا بقابلها جوه بيتي، نعم فبتبقى العمليه صعبه. انا دلوقتي يبقى انا مطالب ان انا احارب في جبهتين، جبهه جوه البيت وجبهه جايبه معايا من بره اللي هو ضغط الشغل معايا. لكن انا بدعم او بقوي الحاله المزاجيه او الحاله النفسيه داخل الاسره، علشان هم دول اللي بيقوي، او هو دول اللي بيبقوا بيداعم رقم واحد ليا. نعم دكتورة، يعني دكتورة سحل، هنالك يعني ذهنيات مختلفة في سواء في العالم الثالث أو في العالم العربي،
تختلف تماما عن في الموجود في دول متطورة تفكر بأسلوب مغاير، خاصة فيما تعلق باتباع نصائح الطبيب النفسي في هذا الجانب. وكنت تتكلمين منذ قليل حول يعني يومي العطلة في الأسبوع التي يجب استغلالها على النحو الأمثل. في هذا الجانب الاهتمام في العالم الثالث والعالم العربي يقل عن دول العالم المتطورة، خاصة فيما تعلق بالذهاب للطبيب النفسي واستشارته أو أخذ بعض النصائح التي يقدمها الطبيب النفسي. ما هي الحلول المناسبة في عالمنا العربي وحتى في الدول النامية بالنسبة لهذا الجانب؟ هو احنا المشكله اللي بنقابلها لحد دلوقتي كلمه الدكتور النفسي، فهي بالنسبه لبعض الاشخاص زياره دكتور نفسي او معالج نفسي فبتعمل لهم ازمه في حد ذاتها، ان انا اقول انا رايحه باخد جلسات تاهيل او جلسات علاج، فاني وكاني كارثه حصلت ان في مشكله جامده. ولكن دور الدوله يعني برضو راعت ان يبقى في خط ساخن، في خطوط تليفونات أرقام أرضية إن سهل التواصل بيها عن طريق المجلس القومي للصحة النفسية. بقى عمل خط ساكن إن أي حد بيبقى عنده مشكلة، وده بيبقى فيها نوع من الأمان للكلاينت أو العميل، إن محدش شايفني، محدش عارفني، أنا بقول اللي أنا عايزه بأريحية، غير إن يبقى أنا راحة مكان ففي كده تركيز عليا. فإلى حد ما يعني إن خطوط الساخن، الخط الساخن ودور اللي هو مجالس الصحة النفسية ساعدتنا في إن احنا إلى حد ما نتخطى هذه المشكلة. دكتورة سحر، هل الإرهاق النفسي قد يؤدي اليوم خاصة في سواء في العمل أو في مختلف المجالات الموجودة في طبعا حياتنا اليومية والتي يقوم بها الفرد، هل سيؤدي إلى سلوكيات مغايرة؟ هل سيؤدي إلى ربما بعض من العنف الذي نتابعه ونشاهده في الشارع في مختلف الدول النامية والدول العربية ومختلف العالم حتى في الدول المتقدمة؟ هنالك بعض السلوكيات مغايرة تماما، هل هذا هو انعكاس على الإرهاق النفسي اليومي الذي يعيشه الفرد؟ أكيد طبعا، هي بتعتبر أول سلمة من سلمة الاضطرابات النفسية، لأن الإرهاق النفسي أو الإجهاد التعب ده بيبقى، لو هنتكلم بقى كأعراض، الأعراض بتاعته إلى حد ما بتبقى خفيفة أو طفيفة على حسب استعداد الشخصية إن أنا قادر أتقبل. ويمكن إحنا يمكن من 2010 لحد الآن الوطن العربي كل ما بنقوم من صدمة بنقابل صدمة تانية، ثورات، كورونا، كل الحاجات دي كلها هناك بعض الشخصيات، هنا بتظهر بقى دور الفروق الفردية، حد قادر يتخطى المشكلة وحد لسه عايش جوه المشكلة ما عدهاش. طيب هل يؤدي هذا الجانب إلى ربما الإعزال والاكتئاب وغيرها من المشاكل الأخرى؟ أكيد، إن ما بقول لحضرتك إن الإرهاق النفسي هي أول سلمة، لأن أنا محل ما قدرتش أتخطى أو ما قدرتش إن أنا أقوي من الأنا أو الجانب النفسي عندي، بدخل لمرحلة تانية وهي مرحلة الاحتراق النفسي. يمكن دي مرحلة أصعب، وفي كتب بتناول الموضوع ده، إن بيبقى الإنسان من الخارج مش هنقول طبيعي ولكن متعايش، لكن هو من جوه هش، فبالتالي أي مشكلة حتى لو كانت بسيطة بتقابله فبنلاقي الرد الفعل غير مناسب للموقف. طيب تفضل. نعم، في هذا الخصوص كنت سأطرح عليك سؤال حول أنتم كأطباء نفسيون، هل هنالك مقترحات أو إجراءات تقدمونها للهيئات المختصة في بلدانكم، هل هنالك إجراءات تقدمونها من أجل لربما الحد من هذا المشكل؟ هو في بنقوم بكل فترات أحيانا الدعم، بس الدعم عن طريق ان بتعامل مع الجهات الحكومية، مش هنقول كورسات إلزامية،
ولكن هي عبارة عن دعم أو مبادرات نعم بتتم من الحكومة وعلى الراغبة في المشاركة، ودي بنعمل كده للجهات الحكومية زي ريفرش، إن أنت إزاي قادر تتعامل أو تكمل أو تواصل. تفضل. طيب دكتورة، هل لربما هنالك نصائح تقدمينها للمشاهد في هذا الجانب للتخفيف من حدة الإرهاق النفسي؟ هنالك ربما بعض النصائح التي تقدمونها للمريض، هل يمكن أن تقدمينها للمشاهد الكريم؟ هي النصائح بسيطة بس احنا لو التزمنا بيها هتفرق قوي في حياتنا. أول حاجة إن الفرد ما ياخدش ان مش كل حاجه على اعصابنا، لا، ولكن انا اخلي التفكير بتاعي او شغلي موضوعي. إيه، ما بقاش اللي انا بدور على الافكار او الخطوه الجهد، يعني مطالب ان انا اتكلف نعم. بعمل فوق طاقتي. ففوق طاقتي ده بالنسبه لي انا بيبقى التصرف ليهم حسب طبيعه الشخصيه، يا اما انا ببذل مجهود زياده وزياده وزياده وده لود عليا، او ان انا بتخلى. فالتخلي دي اول عتب اللي هو عدم الالتزام، فانا هتعود بعد كده على ان انا مش عندي الجديه في العمل. يعني الإنسان يملك كثير من الطاقة، يملك الكثير من الأشياء الإيجابية، ربما هل يمكن استغلال الأشياء الإيجابية في هذا الجانب، إيجابية الإنسان في منح الأكثر أو محاولة أو الرغبة في التقدم نحو الأفضل بالنسبة له يعني كفرد، لتقديم مردودية أفضل في أشياء مختلفة سواء كطفل أو كشخص شاب أو ككهل يعني؟ أكيد 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 طبعاً. نعم، إذا شكرا لك دكتورة سحر سيد محمد عثمان، حدثتنا مباشرة من مصر، الطبيبة والمختصة في الصحة النفسية، حول موضوع الإرهاق النفسي وتأثيراته على مختلف الفئات في المجتمع. إذا شكرا لك جزيلا على هذه المداخلة. مشاهدينا، أما أنتم ابقوا معنا، برنامج صباح نيوز متواصل ومتواصلون معكم في مختلف فقراتنا، ابقوا معنا.